ايوا الشباب، صباح الخير، مرحبا بكم فيديو جديد. غدوه نهار معود، غدوه القاهره ترجع. دونك انا اليوم مش باش نزدبشي للدار اللي باش نكريها. ما قبل كل شيء خلينا نمشي نبدل حوايجي. تو نمشي نفطر فطور الصباح، اهم وجبه في النهار. اوكي، دونك صارت مفاجاه ساره شويه. باش في الفيديو باش نشوف كهربتنا يا اخي. طلعنا باش نمشيو ديال في السيزو. وانت لقد رحلتنا من مزارة لتونس العاصمه كما تشوفوا هنا، يعني مرتاحه على الاخر في السيزو. يا ايبك كومفورت كما تشوفوا هنا، حطينا السنتور دو سيكوريتي وحاقتني في رقبتي. اما بالطبيعه ما حطينيش، يعني اوكا اولى قدر الله واحد يعمل اكسيدون ميلي، على خاطر انا خايف البيبي يتحل الكهرباء خرده. وبعد حكايه ساعه ونص وصلنا للدار. وصلنا للدار، الدار الاسطوريه العالميه الاستثنائيه، دار البلوكس، دار الفتنس. لو بيبي دونك بور لو مومون جوست غادي نطلعو في الدبش كيما الطاولة والسرير، وغادي نركبو كل شيء في البيت ونركبو في الدنيا الكل. دونك نزيد كملت حتى الدبشي في البيت. توا جوست لازمني نحضر فطوري خاطر جاو قايد الفطور. بالنسبة للفطور قاعد نخمم شنو نطيب، بين روز ولا مكرونة. في الاخر اخترت روز على خاطر هيك نعرف شنو نطيبو. اليوم اول نهار في الدار الجديدة، تقف في البيت هكا نعمل حاجة ما نعرفش نطيبها بكبير بكبير. دونك بالنسبة للروز حطيتو من الاول في كسرونة، صبيت عليه شوية مية باش نغسلو. هاكا كيما تشوفو نعمل فيه مساج للروز. طب بعد ما كملت عملت مساج للروز، كب الماء اللي فيه، حضرت كعبة بصل باش نقصها، قشرتها وغسلتها بالماء، قصيتها طرف طرف. وكي نقولوا بصل لازمتنا نجبدوا الثوم، ومعها هيك مديت كعبتين ثوم قصيتهم زاد كرادة طرف طرف. وما تنساوش أهم حكاية، ديما نظف بلاستك، أهم حكاية عند أي شيف في العالم. بعد على النار حطيت الزيت، من فوق الزيت سخون شوية حطيت البصل والثوم نتاعي. وبعد صارت المفاجأة الثانية سارة في الفلوج. أوجيك سلام. هذيك الصح، هذيك الصح ريان، فرح بينا الملاك. عجبنا كسكسي الفطور. وتفكرت ان انا خليت حاجه على الغاز، دوك مشيت نجي باش نحرك البصل والثوم نتاعي. وفاسي بون تقليم مليح الثوم والبصل، زدتهم الروز، خليتهم مع بعضهم شويه. وبعد زدتهم التفاحات اللي هما ملح، فلفل اكحل، تبن مفوح، وكركم. خلطت كل شيء مع بعضه. وبعد باش نزيد الماء. بالنسبه للماء انا حكرت بالعين، انا في العاده ما تحط يا دوب البورسيون اللي حطيتها نتاع الروز، ولا تحط تروا فوا البورسيون اللي حطيتها نتاع الروز. هنا دخلت الدنيا بعضها، كبيت شويه ماء على الغاز. انا مثال شنو بروبلم، جست مسحت شويه الفوضى اللي عملتها. وبعد حطيت شويه لحم مفروم اللي حضرته لي مفوح، حطيته على الغاز يتقلي. وزيت حضرت شويه سلطه باش ناكلها مع الروز واللحم. جو شباب، دونك ها مزيت كملت حضرت صحني وبديت ناكل. بصراحه ما نجمش نشد روحي. دونك هذايا تطيب الفطور وعشاء. بصراحه تطيب حاجه كيما هكا ماهوش صعيب على الاخر. الحاجه الصعيبه هو في كونك تطيب كل يوم، كل جمعه، كل شهر. يعني الاستمراريه هي صعيبه. اما راهو باش تتعلم تطيب روز بس اسهل منه ما فماش. لازم تجرب مره اثنين ثلاثه تو بالوقت ولا تعرف تطيب روز. خاصه سلطه اسهل منه ما فماش. تطيب اللحم مثلا ولا الدجاج يقعد صعيب في تحضيره، معناها باش تشري دجاج وتقصه وتفوحوا هذاك هو صعيب. اما بركونتر بجوست تاع التقليه نتصور، يعني اي واحد يجم يقليه ويجم يعرف اللي هو طاب. وزدت معهم بطاطا مسموده، هذه نصيحه حطيتها من طاهر مقنين. باش نهبط بعد نهارين فيديو مع طاهر مقنين، عملنا بلوج في الجيم. دونك تحب هكا تعرف نصائح شويه وتعرف كيفاش هو وصل بني بدن كيما هكاكا، تلقى شويه نصائح في الفيديو هذا. ان شاء الله تكون استفدت من الفيديو هذا، خليت فكر شويه نتاع انا كيفاش ناكل وكيفاش نتصرف في ماكلتي. يعني بالطبيعه مش كل يوم باش نجم ناكل حاجه كيما هكا، يجيو ايامات لازم نتصرف، لازم يعني نطيح شويه في البودجي، نولي ناكل حاجات اخف شويه. اما بالطبيعه طونك واحد عنده الفلوس، طونك واحد عنده الوقت، ماذا بيك تعمل شويه افور في ماكلتك. اهم حاجه تقعد الماكله. برشا فيديوهات جايين ان شاء الله في الاونترينمون وفي الماكله، برشا نصائح، برشا افكار، برشا فازيت، برشا اونترينمونات. دونك ستي تيون، اعمل سبسكرايب، اعمل لايك، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.